بسم الله الرحمن الرحيم. المختبر العاشر لدرس الأنسجة العملي. موضوع مختبر اليوم هو الغدد الصماء. The endocrine system is a control system of the clitoris glands that secretes hormone within specific organs. الغدد الصماء هي عبارة عن غدد لا قنوية ذات إفراز داخلي تصب إفرازاتها مباشرة إلى الدم. المواد المفرزة من قبل هذه الغدد هي الهرمونات. الهرمونز are chemical messengers that are carried via the bloodstream to distant target cells which interfere these messages and act on them. فالهرمونات هي عبارة عن مواد كيميائية تفرزها الغدد الصماء وتؤثر مباشرة في الجسم على نطاق واسع، فتقوم هذه الخلايا المستهدفة بترجمة هذه الرسائل الكيميائية والعمل وفق رسائلها. المكونات الأساسية للغدد الصماء دي غدد البيتيوتري جلاند، بينال بادي، ثايرويد جلاند، باراثايرويد، بنكرياس، ادرينال جلاند، اوفريز اند تستس. إضافة إلى وجود مجاميع من الغدد أو خلايا الغدد الصماء المفردة موجودة في بعض الأعضاء مثل الجهاز الهضمي والكبد. درس اليوم، مختبر اليوم، راح يركز على البيتيوتري جلاند والبينال باديز. الغدة النخامية. الغدة النخامية هي عبارة عن غدة صغيرة الحجم، وزنها حوالي نصف جرام. تقع هذه الغدة في حفرة خاصة في أسفل قاعدة الدماغ في تجويف للعظم الوتدي. يعرف هذا التجويف باسم السلة تورسيكا. ترتبط هذه الغدة النخامية بالمخ، تحديدا بمنطقة تحت المهاد الهايبوثالاموس عن طريق شورت ستالك تعرف بالإنفاندي بوليوم وشبكة من الأوعية الدموية. يتكون هذه الغدة من فصين، فص أمامي وفص خلفي. ترتبط هذه الفصص مع بعضها عن طريق فص ثالث أو جزء ثالث تعرف بالبارس انترميديا، وهذه نسيجها أو تركيبها النسيج مشابه للفص الأمامي. لاحظ هذه هي الغدة النخامية، الفص الأمامي والخلفي. هنا عندي منطقة تحت المهاد، وهذا هو عندي الانفاندي بوليوم، المنطقة الرابطة ما بين المخ والغدة النخامية. هنا عندي المنطقة اللي تربط ما بين الفص الأمامي والخلفي. تحيط الغدة النخامية نسيج نظام يكون الكبسول اللي يحيط بالغدة النخامية. يوجد ما بين الكبسول والسمحاق المحيط بالعظم الوتدي المحتوي للغدة النخامية يوجد شبكة من الأوعية الدموية المغذية للغدة النخامية. إذن عندي الفص الخلفي والفص الأمامي، وهنا أنا عندي منطقة تحت النهاد، وهذه المنطقة اللي تربط ما بين المخ والغدة النخامية. الفصوص المكونة للغدة النخامية عندي أولا فص الأمامي الانتريور لوب واللي يسمى الأدينو هايبوفيسيس. عندي الغدة النخامية أيضا تسمى بالهايبوفيسيس، فالفص الأمامي الأدينو هايبوفيسيس، وأيضا يعرف بالجزء الغدي من الغدة النخامية. يتكون هذا الجزء من نوعين من الخلايا. النوع الأول هو الكروموفوب سيلز والكروموفيل سيلز. الكروموفيل سيلز هي المكون الأساسي لهذا النسيج، ويتكون من نوعين من الخلايا الأسيدوفيل والبيزوفيل. الأسيدوفيل أو هي الغدد الكروموفيل تتميز بمظهرها الحبيبي، أما الأسيدوفيلز اللي تتميز باستباقها بالصبغات الحامضية وظهورها باللون الأحمر. تكون خلاياها مدورة وأصغر من الخلايا القاعدية. نلاحظ هنا الخلايا القاعدية، وهذه هنا عندي أنمية الخلايا القاعدية. نلاحظ هنا هذه الخلايا الحامضية، نلاحظ أنها تكون لونها أفتح ومدورة وأصغر من الخلايا القاعدية. الخلايا الحامضية تكون حوالي 65% من خلايا الفص الأمامي. هنا عندي هاي الكروموفوبس، هنا تكون خلايا عديمة أو قليلة الاصطباغ. الفص الأمامي مسؤول عن إفراز ما يقارب 6 أنواع من الهرمونات، تكون هرمونات مكون تركيبها الأساسي والبروتين أو الجلايكوبروتين. الفص الثاني والفص الخلفي البوستيريور لوب أو النيورو هايبوفيسيس أو الجزء
العصبي من الغدة النخامية. يتميز هذا الجزء بكونه جزء لا يصنع، لا يقوم بإنتاج الهرمونات، وإنما يعمل على تخزين الهرمونات المصنعة في المنطقة تحت المهاد. ممن يتألف هذا الجزء؟ يتألف من نسيج أو يتألف من ألياف أو نيرف فايبرز للخلايا العصبية المكونة لتحت المهاد. توجد في هذه النهايات العصبية تراكيب أو أجسام تسمى الهيرنج بوديز، تحتوي على الهرمونات المصنعة في منطقة تحت المهاد، تعمل كمخازن مؤقتة لهذه الهرمونات. النوع الثاني من الخلايا المكونة لهذا النسيج أو لهذا الفص هو البيتيوسايت، الخلايا النخامية، وأيضا تحتوي على تفرعات شجيرية الشكل وتكون موازية للخلايا أو الألياف العصبية. الغدة الصنوبرية أو الجسم الصنوبري. الجسم الصنوبري يتميز بكونه عضو مسطح مخروطي موجود بالجدار الخلفي للبطين الثالث من الدماغ. هنا عندي الجسم الصنوبري يتميز النسيج مالته باحتوائه على تراكيب متفلسة ذات أو هذه التراكيب أو تتميز بكونها مشعة، لذلك لا تعرف وظيفة محددة لهذه التراكيب أو لهذه المواد المتكلسة، لكن بما أنه هي مادة مشعة فيستفاد من هذه الخاصية بمعرفة موقع الغدة الصنوبرية عند فحص المخ. الخلايا المكونة للغدة الصنوبرية عندي نوعين من الخلايا، الخلايا الصنوبرية والخلايا العصبية. الخلايا الصنوبرية تمتاز بأنها خلايا شاحبة عند الاصطباغ، تتميز بوجود امتدادات متطاولة ذات نهايات منتفخة بالقرب من الأوعية الشعرية الدموية الموجودة في داخل الغدة. تحتوي على العديد من الحبيبات الفارزة والمايكروتوبولز والمايكروفيلامنتس والبينيروسايت. هنا نهاية اللي هي البينو الخلايا الصنوبرية. ميزتها نواتها تكون مدورة وكبيرة و واضحة، وتميز بوجود سايتوبلازم أخف منها، تعمل على تصنيع وإفراز الهرمونات. النوع الثاني من الخلايا قلنا هي الخلايا العصبية أو الخلايا العصبية، تتميز هذه الخلايا بشكلها النجمي لذلك تسمى بالأستروسايت. هذه هنا عند الخلايا تكون ذات أيضا امتدادات متطاولة وصغيرة، ونواتها تكون كثيفة وتظهر باللون، هذا الخلايا تظهر باللون الغامق. تحتوي أيضا على المايكروتوبولز والمايكروفيلامنتس. إذا هذا هو الغدة الصنوبرية أو الجسم الصنوبري، وهاي الخلايا المكونة للنسيج. نكمل باقي أنواع الغدد الصماء في المختبر القادم إن شاء الله.